حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا إلى هذه الساعة الإخبارية المفصلة تأتيكم من العربية. نبدأ بأبرز العناوين. جولة فيينا السادسة تختتم اليوم، واشنطن تهدف لتجنب التمديد، وطهران تسعى لرفع عقوبات خامنئي. تقارير إسرائيلية تتحدث عن اقتراب مواجهة جديدة في غزة مع جمود ملفات الهدنة وتبادل الأسرى. التحالف يدمر 17 طائرة أطلقت باتجاه السعودية، ويؤكد أن اعتداءات الحوثي تمثل جرائم حرب. السودان يتهم إثيوبيا باستغلال ملف سد النهضة للهيمنة ويطالب بعقاب دولي لمعرقلي التفاوض. أهلا بكم. إذن مشاهدينا، سنبدأ بملف إيران النووي. فقد قال الاتحاد الأوروبي إن الأطراف التي تتفاوض على إحياء الاتفاق النووي الإيراني ستعقد اجتماعا رسميا في فيينا هذا اليوم، وذلك في ختام الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. وأفادت مصادر للعربية أن الوفود المشاركة في المحادثات ستعود إلى عواصمها بعد انتهاء هذا الاجتماع. من جانبه قال مندوب روسيا إلى فيينا إن التوصل إلى اتفاق مع إيران أصبح في متناول اليد. أفادت وسائل إعلام إيرانية أن وفد طهران إلى محادثات فيينا ما زال متمسكا برفع العقوبات عن خامنئي وعن مكتبه ضمن أي اتفاق. وقالت مصادر مطلعة إن العقوبات على خامنئي وعلى إدارته ما زالت نقطة عالقة، وإن وفد إيراني طالب برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب. قال مصدر أمني إسرائيلي رفيع إنه لا مفر من وضع خطط عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. كذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية ترغب بالتوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع إيران قبل تولي الرئيس الإيراني الجديد منصبه، لافتا إلى أن استمرار المحادثات إلى أوائل شهر أغسطس المقبل سيكون مقلقا، وأن عدم التوصل إلى اتفاق نووي قبل تشكيل الحكومة الجديدة في إيران سيثير تساؤلات جدية بشأن مدى إمكانية تحقيقه. من جهته نقل المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية نير دافوري نقل تقديرات إسرائيلية بتعطيل التوقيع على الاتفاق النووي حتى دخول إبراهيم رئيسي إلى منصبه، وهذا ما سيتيح لإسرائيل محاولة التأثير وإدخال بنود إضافية. معنا الآن مشاهدينا من فيينا موفدة العربية راغدة بهنام. أهلا بك يا راغدة. راغدة، يعني على ما يبدو بأنه يعني إيران تتعنت بمطالبها رفع العقوبات عن خامنئي تحديدا وعن مكتبه، وفي المقابل أيضا هناك يعني رفض أمريكي لمطالب إيران. هذا التشابك ما بين ما تريده الولايات المتحدة وما تريده إيران، كيف يلقي بظلاله ويؤثر على هذه المفاوضات؟ صباح الخير. يعني بالفعل هذه هي المطالبة التي تمسك بها كل طرف منذ بداية هذه المحادثات في الواقع، هي التي تؤخر الإعلان عن اتفاق، لأنه يعني المواضيع التقنية هي متفق عليها، والأمور يعني التي ليست محل جدل مثل رفع العقوبات المتعلقة بشكل مباشر بالاتفاق النووي، يعني هذه أمور اتفق عليها منذ يعني جولات كثيرة، ولكن في كل جولة تعود الوفود يبدو بأنه يعني يتم تحقيق تقدم صغير، ولكن تبقى الأمور الكبيرة الأساسية المتعلقة مثلا بهذا المطلب الإيراني برفع يعني المرشد الأعلى ومن يحيط به، أو هي لائحة من 500 اسم كانت نقلت يعني في الجولات السابقة وسائل إعلام مقربة من المرشد وسائل إعلام إيرانية. هذه اللائحة يعني ما زالت واشنطن ترفض أن ترفع العقوبات عنها، لأنها عقوبات غير مرتبطة بشكل مباشر بالاتفاق النووي، هي عقوبات مرتبطة بتمويل الإرهاب وبقضايا تتعلق بحقوق الإنسان. نعم. هناك تعقيد إضافي أيضا يعني يمكن أن يطرأ في الأيام المقبلة بعد أن أعلن فوز إبراهيم رئيسي، الذي هو أيضا موضوع على لائحة العقوبات الأمريكية، في موضوع
يتعلق بحقوق الإنسان، وحتى لأنه ليس من بين يعني أسماء هذه اللائحة التي قدمها الوفد الإيراني، لذلك قد يعقد الأمر أكثر إذا عاد الوفد الإيراني حاملاً هذا الاسم الإضافي، وربما أسماء أخرى يعني موجودة على لائحة العقوبات يريد أن يضمها لحكومته. في المقابل أيضا يعني إضافة إلى رفض الولايات المتحدة أو الوفد الأمريكي هنا في أسماء، هناك أمور هي تريد من طهران أن تلتزم بها وما زالت طهران ترفض ذلك حتى الآن. طيب هذه الجولة هذا آخر يعني نأتي الآن إلى نهاية هذه الجولة من المفاوضات وسيعود كل طرف إلى بلده، هل سيكون أو متوقع أن يكون هناك جولة سابعة؟ بالفعل ستكون هناك جولة سابعة يعني بعد بضعة أيام ربما بعد أسبوع تعود هذه الوفود إلى هنا في جولة سابعة. المفاوضون الأوروبيون يعني أو المنسقون هنا منسق المحادثات يأملون بأنه فعلا أن تعود الوفود هذه المرة ومعها قرارات سياسية كافية لكي يتم إحراز تقدم ويتم الإعلان يعني في النهاية عن هذا الاتفاق بعد هذه الجولات الكثيرة والماراثونية، يعني لكي يتمكنوا من توقيع الاتفاق في عهد حكومة روحاني، لأنه أيضا يعني منذ يعني بين توقيع الاتفاق وبين تطبيق الاتفاق سيكون هناك بضعة أسابيع، ربما هذه الأسابيع لن تكون كافية لبدء تطبيقه في عهد حكومة روحاني، لذلك هذا هو الأمل هنا الآن. راغدة ابقي معي، سنستطلع بعض الآراء وردود الفعل فيما يتعلق بفوز رجل الدين المحافظ مشاهدينا المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ردود فعل متباينة وبعد ذلك سنتابع الحديث مع راغدة. نعود مرة أخرى إلى راغدة بهنام من فيينا. راغدة، هذه الانتخابات ونتائجها وخروج رئيسي يعني الرئيس الإيراني الجديد، إلى أي مدى أثرت على ملف المفاوضات وكيف؟ يعني هناك مخاوف يعني كما ذهبت يعني من مصادر تحدث إليها هنا من أنه انتخاب رئيسي قد يعقد هذه المحادثات في فترة لاحقة، يعني إضافة إلى يعني المخاوف من أن يعود الوفد الإيراني حاملا معه اسم واسم أسماء إضافية ربما يعني خاضعة للعقوبات، وهذا ربما قد يطيل أمد المفاوضات لأن نقطة الوفد الإيراني يطالب بها. هناك مخاوف أيضا من كيف سيتعاطى المجتمع الدولي مع يعني هذا الرئيس الذي هو على لائحة العقوبات الأمريكية بسبب دوره في ارتكاب يعني إعدامات جماعية بحق سجناء سياسيين في العام 1988، رغم أنه ليس موضوع على لائحة العقوبات الأوروبية، ولكن هذا الأمر بحد ذاته موضوع على لائحة العقوبات الأمريكية يعقد تعاطي المجتمع الدولي معه ومن بينها الدول الأوروبية، خاصة وأنه في حال يعني أصبح هناك اتفاق وعادت يعني عادت الأعمال بين الدول الغربية وبين طهران، الدول الأوروبية هي التي ستكون من يعني يستفيد أكثر إذا ما أردت من العقود التجارية يعني مع طهران، وهي التي ستكون تعمل هناك. ولكن بالطبع يعني هناك مخاوف من أنه إذا بقي على لائحة العقوبات الأمريكية هذا الأمر سيعقد ليس فقط عمل الشركات الأوروبية هناك لأنها قد تخضع أيضا ربما لعقوبات تتعلق يعني هذا الأمر، ولكن أيضا يعني من الناحية الأخلاقية سيصبح الأوروبيون في موقف صعب لتبرير يعني تعاطيهم مع رئيس. هناك أيضا دعوات بحقه لفتح تحقيق أسفر أمس من منظمة التعافي الدولية بفتح تحقيق بحقه في هذه الإعدامات التي نفذها في العام 1988. لذلك بالطبع هذه المخاوف هي نابعة من يعني موقع هذا الرئيس المنتخب الجديد ومن يعني ما يأتي حاملا معه يعني من هذه القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
شكرا جزيلا لك مفادة العربية راغدة بهنام، كانت معنا من فيينا. Not more than 10% of the eligible voters voted, you know, in this election, and Iranian people totally boycotted the election. And in fact, they stated that they do not want this regime in its totality, and what they want and their vote is to topple down the regime of Ayatollahs altogether. The appointment of Raisi as next president for Khamenei has a clear and loud message for the international world and the region, as well as the people of Iran, who boycotted this election unanimously. Raisi is known as an executioner judge. I am so surprised for Raisi have been president for regime. He is a psychopath man. He killed a lot of Iranian people. 30,000 in 1988. I was at jail for 7 years for political. But I don't know who can select him. Raisi is a person who's responsible of the massacre of 1988. Me, myself, as a family victim of this regime, my brother was executed by his order. He arrested. 4 days after his arrest, they tortured him, they executed him, they never returned the body to the family. But this kind of system, we call him the judge of execution. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد قليل. إجراءات الانتخاب أو إجراء الانتخابات وسحب المرتزقة يتقدمان 51 نقطة ضمن وثيقة مؤتمر برلين للحل الليبي. أهلا بكم من جديد. حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من نشوب مواجهة خلال الأسابيع القليلة مع قطاع غزة في ظل الجمود الذي يكتنف كل الملفات العالقة. ووفق تقرير أعدته القناة الإسرائيلية 12، فإن عدم حدوث أي اختراق في أي ملف حتى الآن ينبئ بوقوع مواجهة في وقت قريب بين الجانبين. أما موقع ولالا فقد قال إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبيب كوخافي أمر بالاستعداد لجولة قتال جديدة في قطاع غزة قد تستمر لأيام. وكشف الموقع عن القضايا الخلافية بين إسرائيل وحركة حماس التي تشمل المنحة القطرية لقطاع غزة، بعد أن أصرت إسرائيل على دخولها عبر السلطة الفلسطينية، وهو ما رفضته حماس. وفيما يتعلق بمنح تسهيلات لقطاع غزة فيما يتعلق بالمعابر ومساحة الصيد، تصر حماس على بدء إسرائيل بهذه الإجراءات قبل أي مفاوضات أخرى، وهو ما ترفضه تل أبيب. أما في قضية تبادل الأسرى فإسرائيل تصر على ربطها بإعادة إعمار القطاع، بينما ترفض حماس ذلك. وبدوره أكد موقع واينت العبري استعداد إسرائيل لشن حرب على قطاع غزة في غضون شهرين ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تهدئة بين الجانبين. معنا الآن من القدس مراسل العربية زياد حلبي. أهلا بك يا زياد معنا. زياد، يعني هذه التقارير التي تتحدث عن احتمالية كبيرة لنشوب مواجهات أخرى ما بين حماس أو الفصائل الفلسطينية في غزة وما بين إسرائيل، إلى أي مدى هي موثوقة وما هو ثقلها؟ بدون أدنى شك بأن هذا هو التقييم في إسرائيل، لا جديد في كل ذلك. الأسبوع الماضي أعددنا من حدود قطاع غزة تقريرا عن هذا الموضوع، وبالضبط هذا ما قلناه، بأن الأمور تسير إلى مواجهة بين الجانبين، أو تجدد بالأحرى القتال على جبهة قطاع غزة لأسباب عدة، من بينها الأموال القطرية التي لا تمر. حاليا إسرائيل تحاول أن تجد نوعا من الحل
حل هذا الموضوع تحديدا أحدثت اتصالا مع الأمم المتحدة وقطر وتوافقت معهما على إدخال الأموال ليس نقدا كما كانت تفعل عبر الحقائب وإنما آلية مصرفية عن طريق الأمم المتحدة وقطر في المرحلة المقبلة. لكن أيضا الأمر الآخر هو إطلاق البالونات الحارقة الذي يستمر أيضا اليوم والردود الإسرائيلية عليه. لاحظنا بأن إسرائيل شنت غارات متكررة على هذا الموضوع. التقدير هو أنه إذا استمر هذا الأمر أيضا ستأتي عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة وعندها يمكن أن يتجدد القتال على جبهة قطاع غزة. أيا كان فقط دعيني ألفت إلى أول تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد في أول جلسة في مقر الحكومة في القدس الغربية. يقول قبل قليل بأن انتخاب الرئيس الإيراني الجديد هو عبارة عن جرس إنذار للقوى الكبرى ولكل من يبحث عن صفقات مع إيران بما في ذلك العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. نعم. طيب ابقى معي زياد لأنه هناك بعض الأخبار العاجلة. إذن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول كما ذكر أيضا مراسلنا قبل قليل نتيجة الانتخابات الرئاسية في إيران إنذار لكل من يريد صفقة مع إيران. إذن هذه هي الأخبار العاجلة التي تردنا الآن. سأعود مرة أخرى إلى زياد حلبي مراسلنا طبعا في القدس وما زال معنا. زياد فيما يعني بما أنك ذكرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، هل متوقع أن يكون نهج هذه الحكومة الجديدة مشابه أو مطابق لنهج الحكومة السابقة حكومة نتنياهو فيما يتعلق بهذه المواجهة مع قطاع غزة؟ يحاول نفتالي بنت أن يحدث نوعا من التغيير في هذا الموضوع لجهة الرد المستمر على البالونات الحارقة وليس على الصواريخ فقط، وقد يكون هذه محاولته للقول أن هناك تغييرا في السياسة تجاه ما يحدث في قطاع غزة. لكن إذا نظرنا للصورة بشكل أعمق وأوسع يمكن أن نقول بأن الأمور لن تتغير كثيرا، بمعنى منذ العام 2005 منذ أن خرجت إسرائيل من قطاع غزة وحتى اليوم السياسة لم تتغير، جولات قتالية كل سنة أو سنتين ومن ثم هدوء متوتر يكسر هنا وهناك، هذا سيستمر. طيب زياد هل هناك اتصالات إسرائيلية مصرية يعني دفع موضوع المفاوضات التوصل لاتفاق هدنة إلى الأمام في هذه المرحلة لتدارك هذه المواجهة التي تتحدث التقارير الإسرائيلية عنها؟ بدون أدنى شك هذا الأمر يحدث. كان هناك وفد عمليا أمني إسرائيلي في القاهرة بحث مع المخابرات المصرية مطولا هذا الموضوع. المشكلة كانت بأن هناك حكومة جديدة في إسرائيل. نفتالي بنت لا يبدو بأنه سيهرول تجاه صفقة تبادل أسرى مع حماس، وبالتالي هذا الأمر قد يشكل عقدة جدية لأنها كانت العقدة في السابق التي أفشلت هذه المفاوضات، لأن هذه المفاوضات ليست جديدة على تهدئة طويلة الأمد من خلال إعادة الإعمار، استثمارات، مشاريع وانفتاح على قطاع غزة في مقابل صفقة تبادل أسرى. دائما كانت المشكلة هي في قضية صفقة تبادل الأسرى. الآن إسرائيل تحاول أن تربط العودة إلى هذه المفاوضات مع وقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من قطاع غزة، هذا على الأقل ما قالته للمصريين مؤخرا. نعم، شكرا جزيلا لك زياد حلبي مراسل العربية كان معنا من القدس. نفتح الملف اليمني الآن، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 17 مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه الأراضي السعودية. قال التحالف إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية، مشيرا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب وهي أيضا جزء من سلوكها العدائي الرافض للحل السياسي. التحالف أكد كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
ومعنا الآن من الحدود اليمنية السعودية موفد العربية عبد المحسن الحربي. أهلا بك يا عبد المحسن معنا. عبد المحسن، ماذا لديك خصوصا من تفاصيل حول المسيرات التي أطلقها الحوثيون تم تدميرها من قبل قوات التحالف؟ ما هي المناطق اللي كانت تستهدفها؟ نعم راوية، بدأت هذه العمليات العدائية تجاه السعودية من قبل ميليشيات الحوثي يوم الأمس، تحديدا منذ فجر يوم الأمس، حيث أطلقت أولى هذه المسيرات باتجاه المنطقة الجنوبية. تتالت بعد ذلك الاستهدافات بعد ظهر يوم الأمس، واستمرت حتى مساء لتكون الحصيلة بشكل عام 17 طائرة مسيرة تم استهداف السعودية بها. المناطق التي تم استهدافها هي المنطقة الجنوبية بشكل عام، وتحديدا نجران وخميس مشيط. هذه الاستهدافات والعدد الكبير الذي تم إطلاقه في يوم واحد تم اعتراضه بنجاح من قبل الطائرات السعودية. كل هذه الاعتراضات كانت قد اعترضت سواء كان في داخل الحدود اليمنية وفي الأجواء اليمنية قبل وصولها إلى داخل السعودية، وكذلك بعض الطائرات التي تم اعتراضها في داخل السعودية. أثبتت بحسب خبراء عسكريين السعودية قدرتها الكاملة على اعتراض هكذا هجمات تستهدف المدنيين. عدد كبير جدا من هذه المسيرات تم إطلاقها ليصل العدد الإجمالي راوية بشكل عام إلى ما يقارب 450 طائرة مسيرة تم استهداف السعودية بها خلال الأعوام الماضية. طبعا هذه الاستهدافات تهدف إلى ضرب أكبر عدد ممكن من وإسقاط أكبر عدد ممكن من الأعيان المدنية. بحسب مشاهداتنا خلال الأسبوع الماضي، بعدما سقطت طائرة مسيرة في أحد المدارس في إحدى محافظات خميس مشيط، كانت هذه الطائرة المسيرة تحمل عدد كبير من الشظايا التي انتشرت في المنطقة المحيطة لتوقع أكبر عدد ممكن من الضحايا، لكن كانت يعني الضربة لم تكن مؤثرة ولم يسقط ضحايا. كل الطائرات التي تم استهدافها السعودية يوم الأمس كانت تم اعتراضها ولم تكن هنالك تأثيرات سواء كان على الأهداف المدنية أو حتى على مستوى الإصابات في السعودية. طب ماذا بالنسبة لبقية التطورات المدنية في مناطق أخرى أيضا من اليمن عدا عن موضوع المسيرات؟ راوية، لا يمكن فصل هذه الهجمات عن التطورات الميدانية التي تحدث باليمن بشكل عام. ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية وخلال الأشهر الماضية، سنكمل تقريبا 7 أشهر أو سندخل الشهر السابع منذ أن بدأت ميليشيا الحوثي بهجومها على مأرب الاستيلاء على هذه المدينة النفطية، ولكن لم يستطيعوا طوال الأشهر الماضية من إحداث اختراق في داخل هذه المدينة، لذلك تلجأ إلى هذه الأعمال العدائية سواء كان على السعودية أو حتى على مأرب. يوم الأمس تم إعلان إفشال اختراق حوثي في جبهات مأرب وتحديدا في جبهة الكسارة، وتم قتل عدد من الميليشيات الحوثية. بجانب ذلك أعلن الجيش اليمني وبإسناد من التحالف أنه تحالف داعم الشرعية أنه دمر ما يقارب 75% من قدرات الميليشيا الحوثية في الجبهات قبالة مأرب وفي جبهات مأرب تحديدا. أيضا هنالك جبهة أخرى وهي الجوف، تحديدا كانت خلال الأيام الماضية انكسارات كبيرة لميليشيا الحوثي في هاتين الجبهتين. وهذه الاستهدافات في مأرب وتحديدا في السعودية، يقول خبراء وتحديدا مختصون في الشأن اليمني أنها نتيجة للضغط الذي نتج عن هذه الانكسارات للحوثي ولإبداء انتصارات على الأقل تكون معنوية لأتباع الميليشيا الحوثية راوية. نعم، شكرا جزيلا لك من الحدود اليمنية السعودية موفد العربية عبد المحسن الحربي.
في مقابلة مع العربية أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي أن بلادها تدرك تماما أهمية سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا، لكنها تدرك أيضا أهميته وفوائده بالنسبة لها. وزيرة الخارجية السودانية اتهمت إثيوبيا باستعمال السد كطريقة للهيمنة على السودان. السودان في الحقيقة شارك في وساعد إثيوبيا بصورة كبيرة في هذا السد، على مستوى فني، على مستوى لوجستي، على مستوى دبلوماسي وسياسي، لأنه زي كما تفضلتي السودان يعلم تماما أهمية هذا السد لإثيوبيا كما أنه حق لإثيوبيا، ولكن أيضا يعلم بفوائده للسودان، وأنه إذا أدير بصورة متفق عليها لا يمكن أن يضر أي طرف من الأطراف وبما فيها مصر. طيب، لذلك كنا نتحدث عن الفوائد، ولكن للأسف إثيوبيا استعملت هذا السد كأنه طريقة للهيمنة على السودان والتأثير السلبي على مصالحه. المهدي طالبت خلال المقابلة مع العربية بفرض عقوبات دولية على أي طرف لا يلتزم بالشروط المرعية فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة. نطالب أن يكون هناك وجود دولي على رأسه الاتحاد الأفريقي، ولكن فيه جامعة فيه الأمم المتحدة والبقية، لكي يكون هناك مثلا عقوبات بشكل محدد على أي طرف لا يلتزم بهذه الشروط ولا ويماطل أو غيره من القضايا. في عندنا عدد من الضمانات على المستوى القانوني والمستوى السياسي نطرحها. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد قليل. في يوم اللاجئ العالمي، مفوضية اللاجئين تحث قادة العالم للعمل على وقف المأساة. جولة فيينا السادسة تختتم اليوم. واشنطن تهدف لتجنب التمديد، وطهران تسعى لرفع عقوبات خامنئي. تقارير إسرائيلية تتحدث عن اقتراب مواجهة جديدة في غزة مع جمود ملفات الهدنة وتبادل الأسرى. التحالف يدمر 17 طائرة أطلقت باتجاه السعودية، ويؤكد أن اعتداءات الحوثي تمثل جرائم حرب. نطالب أن يكون هناك وجود دولي على رأسه. السودان يتهم إثيوبيا باستغلال ملف سد النهضة للهيمنة ويطالب بعقاب دولي لمعرقلي التفاوض. أهلا بكم من جديد. بعد لقائه مع نظيرته الليبية في القاهرة، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة إخراج المرتزقة وكافة القوات الأجنبية من ليبيا حتى يتمكن الليبيون من التعبير بحرية عن أنفسهم خلال انتخابات ديسمبر. ليعبر الشعب الليبي عن إرادته الحرة، وبالتأكيد أنه حتى يتم ذلك نحتاج إلى التعامل في أقرب فرصة ممكنة مع المكون الأمني المرتبط بالمرتزقة وخروجهم من الساحة الليبية تماما، التعامل مع قضية تواجد القوات الأجنبية على الأراضي الليبية تأكيدا للسيادة الليبية وشعبها على أراضيها، وعدم انزلاق ليبيا إلى أي مجال من بؤرة الصراع بين القوات الدولية المختلفة. ومن جانبها، شددت وزيرة الخارجية الليبية نجاء المنقوش على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وليبيا، وأكدت على أهمية الدور المصري في تنفيذ خارطة إعمار وبناء ليبيا. تتطابق وجهات نظرنا أكثر مما تختلف، وسيظل التاريخ وستظل الجغرافيا والمصير الواحد المحركات الرئيسية لتذويب ما قد يتولد من تباين، وهذا ما حصل سابقا وسيحصل مستقبلا. ولقد كان هذا البعد المحوري جزءا من اجتماعاتنا اليوم، لهذا فأني أتطلع إلى دعم الشعب المصري بأسره لشقيقته الشعب الليبي في مرحلته الحساسة،
نحو تثبيت الاستقرار وتنفيذ خارطة الطريق التي تهدف بعون الله إلى وضع القطار على سكة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار. أعلنت البعثة الأممية إلى ليبيا عن اجتماع جديد لملتقى الحوار الليبي في سويسرا في 28 من يونيو وحتى 1 يوليو، وأكدت أن الهدف من الاجتماع هو تيسير إجراء الانتخابات في 24 من ديسمبر المقبل وتحديد قاعدتها الدستورية. كشفت مصادر دبلوماسية ببرلين بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية بعضا من ملامح الوثيقة النهائية للمؤتمر مؤتمر برلين 2 لأجل ليبيا، وتشدد الوثيقة حسب الوكالة على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد المؤسسات الأمنية وسحب المرتزقة، كما أوضحت أن برلين تواصل العمل مع الأمم المتحدة من أجل إعادة وثيقة من 51 نقطة سيتم الإعلان عنها في ختام المناقشات. الوثيقة ستناقش تطبيق مخرجات المؤتمر الأول في 19 من يناير العام الماضي التي نصت على وقف الأعمال العدائية ورفع الحصار النفطي وتشكيل حكومة مؤقتة ومنحها الثقة من قبل مجلس النواب، هذا بالإضافة إلى التركيز على أهمية إنشاء قوات أمن ودفاع ليبيا موحدة تحت سلطة موحدة ونزع سلاح الميليشيات. معنا الآن مشاهدينا من القاهرة المحلل السياسي الليبي محمد الأسمر. أهلا بك أستاذ محمد معنا. أستاذ محمد، بداية ما هو رأيك فيما سرب من هذه الوثيقة، وثيقة مؤتمر برلين 2 التي تتكون من 51 نقطة، ما سرب منها؟ أهلا وسهلا، مرحبا، حياكم الله. التسريبات تأتي في السياق تماما، 51 نقطة مقاربة جدا لمخرجات برلين 1، استحقاقات برلين 2 قائمة على حضور الدول التي شاركت في برلين 1 في يناير 2020، ولكن الآن على مستوى وزارة الخارجية بينما كانت في الماضي في الجولة الأولى على مستوى الرئاسة. توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية بتشكيل قوة عسكرية موحدة تحت السلطة السياسية الموحدة، أحد أهم النقاط التي تم تسريبها عن مخرجات هذه الدورة، تأتي في الإطار العام والمتطلبات العامة، لأن ما بعد وقف إطلاق النار الذي تم التحديث عنه وتأسيسه في برلين 1 يتم الذهاب مباشرة لهذه النقطة التي تأخر إنجازها لعدم خروج المرتزقة وتفكيك الميليشيات. التسريبات أيضا تضمنت نصا عن تفكيك الميليشيات وكيفية إعادة دمجها في المؤسسات المدنية والعسكرية الليبية. أيضا هناك أمر يؤرق الشأن الأوروبي تم تضمينه في هذه التسريبات إن حدثت وهي متوقعة تماما، ما يتعلق بالهجرة وطالبي اللجوء، بحيث يتم طلب إقفال مراكز اللواء نظرا للخروقات التي حصلت بها، ويتم تعديل اللوائح والتشريعات الخاصة باللجوء والهجرة في ليبيا بما يتوافق مع التشريعات الدولية. ولكن الحقيقة إذا نظرنا إلى الجانب العملي، لا تغير كبير في مخرجات برلين 1 و2 إلا ما طرأ من جديد. برلين 1 أصيب بالشلل بعد شهور من انعقاده إلى أن تم إحيائه بإعلان القاهرة في 6 يونيو الذي تم بناء عليه تأسيس الحوار السياسي الذي أنتج الآن حكومة الوحدة الوطنية ومجلسها الرئاسي كما هو معروف. وبالتالي إذا ما كنا نرى إلى خطوات عملية وفقا لهذا التسريب وأيضا التوقعات، 3 مسارات كان يهتم بها برلين 1 سيتم مراجعتها، المسار السياسي والمسار العسكري الأمني والمسار الاقتصادي، في 6 بنود رئيسية لجدول الأعمال يمكن إعادة نقلها لأن هذه التفاصيل لازالت قائمة ولم يتم إنهاؤها وإنجازها، وهي دعم المسار الاقتصادي والحفاظ على تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة خروقات توريد الأسلحة، وأن تقوم الدول المعنية بدعم العملية السياسية وصولا للانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر، بالإضافة إلى الاهتمام والتعميم المحاولات وترسيخها فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني وكذلك حقوق الإنسان. نعم. طيب، هل هناك أرضية فعلية الآن للتفاؤل في هذا الملف، خصوصا بعد زيارة وزير الدفاع التركي لليبيا والتي وصفها عدد من المسؤولين الليبيين بأنها يعني غير معلنة كانت، لم يكونوا على علم بها؟
ما يقض مضجع المتفائلين في المشهد الليبي هو الموضوع العسكري الأمني بوجود المرتزقة والقوات الأجنبية المسلحة. لا ننسى أن الاتفاق الذي كان في 23 من جنيف بين لجنة 5+5 من الطرفين كان ينص بخروج هؤلاء، وبالتالي لم تكن للعملية السياسية أن تكون إلا بعد إنجاز هذا الاستحقاق. وهكذا تم الحديث بشكل عام في خارطة الطريق الصادرة في 9 نوفمبر والتي أسست إلى كل هذه المخرجات، وبالتالي يظل الواقع السياسي الليبي منقوصا لأن قوة أجنبية تتواجد على أراضيه خارقة كل القوانين والأعراف. حتى الذين يتحدثون على شرعية وجود هذه القوة للاتفاق الذي أبرم مع كان ما يعرف بحكومة الوفاق وتصريحات وزير الدفاع، هذا مخالف إلى أعراف القوات الأجنبية الزائرة التي يتم التعامل بواسطتها في كل البلدان في مثل هذه الحالات. نعم نعم، شكرا جزيلا لك. كان معنا من القاهرة المحلل السياسي الليبي محمد الأسمر. دعونا نفتح مشاهدينا الآن ملف كورونا. فقد ارتفع عدد الوفيات في البرازيل ليتجاوز 500,000 وفاة، منها نحو 2500 خلال الساعات 24 الماضية. كما أيضا أحصت البلاد 82,000 إصابة جديدة السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات متخطيا 17 مليونا. في روسيا سجل ما يقارب 18,000 أو سجلت 18,000 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بواقع أكثر من ضعف العدد اليومي للإصابات منذ مطلع هذا الشهر شهر يونيو الجاري. سجلت أيضا أكثر من نصف الإصابات الجديدة في موسكو، حيث تضاعف عدد الحالات 3 مرات هذا الشهر. للبحث العلمي هفواته التي ظهرت للعلن مع جائحة كورونا، الخبراء يقولون إن التسابق على نشر نتائج الأبحاث يسهم في انتهاك النزاهة العلمية. المزيد في هذا التقرير فلنتابع. النزاهة العلمية على المحك والسبب كورونا، انطلاقا من قواعد أساسية يجب أن تكون ركيزة أي بحث علمي كالدقة والنزاهة واحترام الخطوات العلمية. هذا ما لفتت إليه إليزابيث بيك المسؤولة عن ملف النزاهة العلمية، والتي قالت إن بعض البحوث المنشورة المتعلقة بكورونا كانت تفتقر إليها. أحد الأمثلة التي برزت أثناء الجائحة هو مقال أعلنت مجلة The Lancet في يونيو العام الماضي عن سحبه، وهو مقال كان تطرق لدراسة عن عقار الهيدروكسي كلوروكين، حيث زعمت المجلة حينها أن هذا الدواء غير فعال ضد كوفيد بل خطير، أمر دفع العديد من العلماء للإعراب عن شكوكهم حول موثوقية هذه الدراسة. وفي ذات السياق تقوم جامعة إكس مارسيليا منذ عام 2020 بالتحقيق في منشورات البروفيسور ديدي راولت وفريقه بشأن علاج مرضى كورونا بواسطة عقار هيدروكسي كلوروكين المثير للجدل، فيما تشكل مراقبة النزاهة مطلبا رئيسيا من قبل عدد من المختصين والباحثين، إلا أنها دفعت البروفيسور ديدي إلى تقديم شكوى ضد مسؤولة ملف النزاهة بتهمة المضايقة الأخلاقية، أمر سلط الضوء على أن الملاحقات القضائية ممكنة لمجرد النقد والجدل العلمي. ليست المحاكم التهديد الوحيد الذي طال مسؤولة ملف النزاهة العلمية، فمنذ 2013 أبلغت إليزابيث بيك عن ما يقارب 5,000 مقال، في حين خضعت المئات منها للتصحيح أو السحب، إلا أن ذلك عرضها لهجمات من قبل القائمين عليها على مواقع التواصل. أتت زيارة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى لبنان للتأكيد على أن الدعم الأوروبي مرتبط بحل الأزمة السياسية. بنوى يتيم لديها التفاصيل. هي الزيارة الأولى لموفد أوروبي رفيع المستوى يشهدها لبنان بعد أن اقتصرت الزيارات الماضية على الضيوف الفرنسيين. الزيارة هذه المرة وإن أتت بتحريض فرنسي إلا أنها تشكل تتويجا لمسار من الضغوط الأوروبية التي لم تفلح حتى الآن سياسة هز العصا بتحريك ركود مياه سلطة لم تتخذ أدنى الإجراءات لتخفيف حدة عواقب الأزمة على المواطنين. هذه الزيارة تأتي في إطار المتابعة لما يجري في لبنان. الكل يعلم بأنه الملف اللبناني هو اليوم في يد الاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا، والكل يعلم كذلك بأنه فرنسا قامت بمبادرتها لدعم
باسم المجتمع الدولي التي تهدف إلى دعم لبنان في حال لبنان واللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية قامت بالمطلوب منها لجهة تأليف حكومة مهمة. وبينما حاول رئيس الجمهورية إقناع بوريل بأن أسباب الأزمة خارجية، جاء الرد من رأس الدبلوماسية الأوروبية محملا الطبقة السياسية مباشرة مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، مؤكدا أن العقوبات ستطال كل معرقل أو فاسد. بعد اجتماع التنين والتلاتة ببروكسل لا يعلنوا عن هالشيء إذا توصلوا، ويمكن أجلوا الإعلان. مسألة متروكة مفتوحة، وربما متروكة مفتوحة من باب الضغط، من باب استكشاف مدى يعني فعالية هذا التلويح بالعقوبات من أجل التسريع بالحكومة رغم كل التشاؤم اللي سائد بالبلد. مؤتمر الدعم الدولي للجيش اللبناني شكل بدوره رسالة واضحة بأن القيادات السياسية اللبنانية باتت خارج حسابات القارة الأوروبية. ينهي بوريل زيارته إلى لبنان وفي جعبته مشاهدات ينقلها للقمة الأوروبية التي تعقد في بروكسل. بعدها يأمل اللبنانيون أن تصبح العقوبات واقعاً يحدد من تسبب بأزماتهم. غنوة يتيم، العربية، بيروت. الآن مشاهدين إلى ريما وأخبار الاقتصاد. إلى كريمة. شكراً لك راوية. أهلا بكم من جديد. ما زلنا نسجل بعض التراجعات على مؤشر دبي ب 0.5%، مؤشر أبوظبي حاليا مستقرين، والمؤشرات الكويتية على ارتفاع. مؤشر الكويت الأول يرتفع حاليا ب 0.4%. قيم السيولة في دبي أكثر من 100 مليون درهم، لما لا نلقي نظرة على الأسهم القيادية هناك. طبعا نحن نتابع سهم دماك، الشركة تقول بأنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأقلية من المساهمين. السهم كان مرتفع صباح هذا اليوم، لما لا نلقي نظرة على الأسهم إذن في دبي إن كانت متاحة. أيضا في دبي هناك بعض الضغط يأتي من الأسهم المالية. أولا هذه نظرة على الأسهم القيادية، ضغط من أعمار موز أيضا على تراجع ب 0.5%، ودمك الآن محينا كل المكاسب واستقرار على هذا السهم. هذه نظرة على الأسهم المالية، دبي الإسلامي كما تلاحظون على تراجع، وأيضا الإمارات دبي الوطني تراجعان ب 0.4%، والضغط يأتي طبعا من الأسهم المالية. بالنسبة لأبوظبي إذن مؤشر السوق حاليا مستقرين، قيم السيولة تتخطى 800 مليون درهم. هذه نظرة على الأسهم القيادية، دانا غاز على ارتفاع ب 0.9%، الدار العقارية العالمية القابضة أيضا على ارتفاع. في المقابل أدنوك للتوزيع وأركان للبناء على تراجع. بالنسبة للأسهم المالية كان في دعم صباح هذا اليوم من سهم بنك أبوظبي الأول، كان مرتفع ب 1.3%. الآن نقلص قليلا هذه المكاسب، ولكن معظم الأسهم المالية على ارتفاع خلفي باستثناء أبوظبي الإسلامي على تراجع ب 0.2%. لاحظوا بنك الشارقة مكاسب وقفزة ب 7.7%. كيف هي الصورة إذن في الكويت؟ المؤشرات الكويتية خلفي كلها على ارتفاع، مؤشر الكويت الأول حاليا على ارتفاع بنصف النقطة المئوية، وقيم سيولة تتخطى 40 أو 50 مليون دينار. هذه نظرة على الأسهم القيادية، أجلتي على ارتفاع، المزايا القابضة أيضا ارتفاعات جيدة جدا ب 1.9%. وهذه نظرة على الأسهم المالية، بنك الخليج، أهلي متحد، وطني، برقان، وبيتك أيضا على ارتفاع. بالنسبة لمؤشر سوق الأسهم السعودية حاليا نتراجع ب 0.3%، كنا قد بدأنا جلسة اليوم على خطى إيجابية. بعض الأسهم التي نتابعها أرامكو ثبات ينساب قفزة بأكثر من 1%، قرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين على النصف الأول من هذا العام بواقع ريال وخمسين هللة. هذا بالنسبة لينساب. المستشفى السعودي الألماني في المقابل وافقت الجمعية العمومية على عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، والسهم يتراجع بحدود 1%. لازوردي تغطية الاكتتاب بنسبة 80.1%، والسهم يرتفع بحدود 2%. على كل المزيد بعد قليل مع نادين هاني، والآن نستكمل النشرة معك راوية. تفضل لراوية. شكرا لك ريما.
اليوم إذا مشاهدينا هو يوم اللاجئ العالمي، وفي هذا اليوم حثت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قادة العالم على تكثيف جهودهم لتعزيز السلام والاستقرار. أوضحت أنه على الرغم من فيروس كورونا فقد ارتفع عدد الفارين من الحروب والعنف في عام 2020 إلى ما يقرب من 82.4 مليون شخص. الاضطرار طبعا إلى الفرار من البلد التي يعيش فيها الشخص هو قرار صعب، لكن الأصعب من ذلك هي الظروف التي يمر بها اللاجئ للوصول إلى بر الأمان، ومنهم من لا ينجح في ذلك. تخيل أنك تضطر للفرار من بلدك بسبب صراع قائم أو اضطهاد، متمنيا الوصول إلى بر الأمان. من يتمكن من حزم أمتعته في حقيبة قبيل المغادرة يعتبر من المحظوظين، وإلا فإنه سيضطر لترك كل شيء وراءه للنجاة بحياته. اللاجئون بحسب القانون الدولي لا يجب طردهم أو إعادتهم إلى أوضاع تعرض حياتهم وحريتهم للخطر. اللاجئون يجبرون على النزوح بحجة الصراعات والحروب القائمة في بلادهم، بالإضافة إلى الحرمان الاجتماعي والاقتصادي. يلجؤون إلى دول أخرى بحثاً عن الأمان وفرص معيشية أفضل، وقد لا يحالفهم الحظ في ذلك. الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 شردت 6,700,000 شخص، منهم أكثر من 5,500,000 في بلدان قريبة من سوريا بحسب الأمم المتحدة. منهم من لجأ إلى دول الجوار مثل لبنان والأردن وتركيا، ومنهم من يطمح للحلم الأوروبي وتحديداً ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد. عدا عن صعوبة اتخاذ قرار المغادرة، فإن الرحلة نفسها شاقة بكل معانيها بأي طريق كان، سواء كانت براً أو عبر البحر الأبيض المتوسط المحفوفة بالمخاطر. التحدي الأكبر للاجئين هو البرد القارس الذي واجههم عاماً بعد عام، مصحوباً بأمطار غزيرة قد تغرق المخيمات، الأمر الذي يفاقم معاناتهم. هناك أيضاً لاجئو المناخ الذين يضطرون إلى مغادرة مناطقهم الأصلية بسبب تغيرات مفاجئة أو طويلة الأجل في بيئتهم المحلية. هذه الكوارث الطبيعية تحصل خصوصاً في وقتنا هذا مع التغير المناخي، كالتصحر والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر والأعاصير. بين الوجع والأمل قد يصعب تخيل الحياة كلاجئ، ولكن الأصعب من ذلك هو حقيقة وجود أكثر من 26 مليون لاجئ حول العالم، من ضمن أكثر من 82 مليون نازح قسراً بحسب تقديرات مفوضية اللاجئين. وسط شح الموارد بكل أنواعها، وبين صقيع البرد الذي يطل عليهم عاماً بعد عام، وكورونا الذي يرسم فصلاً جديداً يضاف إلى معاناتهم الحالية. الآن مشاهدينا إلى أحوال الطقس مع الزميلة بنان. أهلا بكم مشاهدينا. حالة الطقس الخاصة باليوم الأحد نبدأها من السعودية، حيث من المتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية، في حين تنشط الرياح على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يعمل على إثارة للأتربة والغبار، وبالتالي تدني في مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة بسبب العوالق الترابية. ومن العاصمة الرياض، الأجواء صافية اليوم، درجات الحرارة في أوائل المستويات الأربعينية تنخفض إلى أواخر العشرينات
نسب الرطوبة منخفضة تسجل 8% وحركة الرياح نشطة. أما في العلا الطقس صافٍ، درجات الحرارة في أواخر المستويات الثلاثينية تنخفض إلى العشرينات ليلاً مع نسب رطوبة دون 10%، وهناك نشاط ملحوظ على حركة الرياح. وإلى الدمام الأجواء مغبرة، ودرجات الحرارة في المستويات الثلاثينية نهاراً تنخفض ليلاً إلى أوائل هذه المستويات. نسب الرطوبة تزيد عن 30%، ويطرأ نشاط كبير على حركة الرياح مما يعمل على إثارة الأتربة والغبار. وإلى الإمارات من العاصمة أبوظبي، تكون درجات الحرارة في المستويات الثلاثينية مع نسب رطوبة مرتفعة تصل إلى 80%، وحركة الرياح تكون نشطة. أما في دبي الأجواء صافية، درجات الحرارة في أوائل المستويات الأربعينية تنخفض ليلا إلى أوائل الثلاثينات، نسب الرطوبة تزيد عن 50%، وحركة الرياح تكون متوسطة. وإلى المدن الأوروبية من العاصمة لندن، الطقس غائم كليا، درجات الحرارة في أوائل المستويات العشرينية تنخفض ليلا إلى دون هذه المستويات، نسب الرطوبة مرتفعة تزيد عن 80%، وحركة الرياح من خفيفة إلى متوسطة. مشاهدينا، بهذا وصلنا إلى نهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء. ختام هذه النشرة إلى العناوين. جولة فيينا السادسة تختتم اليوم، واشنطن تهدف لتجنب التمديد، وطهران تسعى لرفع عقوبة خامنئي. تقارير إسرائيلية تتحدث عن اقتراب مواجهة جديدة في غزة مع جمود ملفات الهدنة وتبادل الأسرى. التحالف يدمر 17 طائرة أطلقت باتجاه السعودية، ويؤكد أن اعتداءات الحوثي تمثل جرائم حرب. السودان يتهم أثيوبيا باستغلال ملف سد النهضة للهيمنة، ويطالب بعقاب دولي لمعرقلي التفاوض. شكرا لكم، وإلى اللقاء.